الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أسامة أبو أرشيد. بداية سيد أسامة، إذا كان تصعيد الإدارة الأمريكية تجاه إيران يعكس موقفا أحاديا يعود إلى حساباتها الداخلية، والبعض يعزو ذلك إلى رغبة تل أبيب في ذلك، فإلى أي مدى يؤثر ذلك على دبلوماسية واشنطن في التعامل مع أوروبا؟ يعني بداية هذا الانفصال أو هذا التوتر الأمريكي الأوروبي لم يبدأ مع إيران، إنما هو بدأ منذ اليوم الأول لوصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، سواء انسحابه من اتفاق باريس للمناخ، ثم فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب وغيرها، مثلا موقفه من الناتو أو موقفه مثلا من روسيا وغيرها. فإذا هذا التوتر وهذا الافتراق يعني هو افتراق مستمر. فيما يتعلق في الموضوع الإيراني، بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة لهذه الإدارة تحديدا، لأننا لا نستطيع أن نتحدث اليوم بلغة الولايات المتحدة، لأن المؤسسة العسكرية، المؤسسة الاستخباراتية، مؤسسة الخارجية تقول أن الذي يجري خطأ. ما يجري هنا أن عندنا التيار، هذا التيار الذي كان كثير من رموزه هو الذي دفع باتجاه الحرب على العراق، الآن هو في البيت الأبيض، وجان بولتون وجوده ليس عبثيا، بومبيو وجوده ليس عبثيا على رأس وزارة الخارجية. اليوم نرى هذا التوتير من جديد، لكن لا يوجد تصور استراتيجي أو سياسة للمرحلة القادمة. يعني الولايات المتحدة الإسرائيلية يقولون لا نريد حرب، نريد اتفاقا أفضل. في نفس الوقت لا يقدم بديلا، وكما قال أحدهم اليوم، فرض العقوبات هذه أداة وليست سياسة. فالموقف الأمريكي موقف غائم جدا، وهذا ما يسبب أيضا مزيد من التوتر مع الحليف الأوروبي، لأن الحليف الأوروبي طرح على إدارة ترامب اتفاقا تكميليا كان طلبه ترامب نفسه في شهر 10 الماضي، قال أنه يريد اتفاق تكميلي ليعالج ما أسماه هواجس الصواريخ الباليستية وجهود إيران في النشر في يعني التأثير على استقرار المنطقة. نعم. واستمرارها في التدخل في دول أخرى، فقال أنني أريد اتفاق تكميلي. اليوم يتراجع عن الاتفاق التكميلي إلى إعادة التفاوض من الصفر. هذه إعادة التفاوض من الصفر لابد أنها تغضب الجانب الأوروبي، خصوصا وأنها توجه ضربة كبيرة للاقتصاديات الأوروبية التي راهنت على الاستثمار في الساحة الإيرانية. اليوم يخيرهم بين إيران وبين الولايات المتحدة، هذا خيار صعب، لكن في المحصلة أظن أن الأوروبيين لن يكون في مقدورهم التصدي لهذه النزوات أو النزوة الجامحة الأمريكية التي يمثلها دونالد ترامب اليوم. طيب.